أيمني. أيه. شهداء شهداء فوق فوق. إن شاء الله. يجري بسرعتها جابة جابة بسرعتها جابة جابة قبل ما يطلع. لكن توه هو تمام تزيد من والله عارف ليه لكن توه جو. طبعا هم مجموعات بسيطة لكن يتمركزون في الأماكن العالية ويقومون بقنص المدنيين وكذلك أفراد الجيش المتواجدين في الرباط الأول. هاي تو نبدأ من برا. نحن متواجدين في منطقة الليتي بالتحديد في عند الجمعية، طبعا يعرفوها سكان الليتي كلهم الجمعية، وهنا ورانا على طول هيك هنا هذا حوش عيت بلاكي، وما بيننا ما بين الطريق الرئيسية يعني حاجة بسيطة يعني بيننا تفصلنا ما بيننا وما بين الخوارج، ويعني بصراحة يعني بهمة الشباب وبعزم الشباب وإن شاء الله وبإذن الله منتصرين.